القرارات كلها كانت تصب في صالح الثوره، ده كان مطلبنا فعلا من الاول. انا في رايي انها تؤسس الاستبداد، يعني قرارات جيده، وانا بشوف انها هي بتساعد مع الثوره. لا افكر انه يتجرأ يستعمل المواد الكيميائيه ضد شعبه. نظام بشار الأسد نحن دائما عنا، والجيش جيش الأسد دائما بيعتمد يلعب بأوراق ويكون يزج بصراعات تانية، يعني مثل ما شفنا آخر شيء اللي حصل مخيم يرموك، حاول يزج الفلسطينيين ويدخلهم بالصراع اللي عم يدور في سوريا اللي هو بين الثوار على الأرض وبين كتائب الأسد. في البداية أكيد نقمة النظام السوري هي على عدم مشاركة حركة حماس والجهاد الإسلامي في الحرب مع الجيش السوري، اشتدت نقمة النظام كثيرا على الفلسطينيين. ولكن موقع الأساسي لمخيم اليرموك والذي يقع بين مطار دمشق الدولي أعتقد ومدينة دمشق، لذلك هو منطقة استراتيجية هامة جدا لسقوط العاصمة. أعتقد أن ما يحدث في مخيم اليرموك سوريا هو نسخة لما حدث للفلسطينيين في لبنان بين الحرب الأهلية بين الأشقاء اللبنانيين، لذلك نعتقد أن ما يحدث في المخيم لابد من تتويقه في الأجال القريبة للحلول دون زج الفلسطينيين في الصراع الداخلي السوري. والله أنا أعتقد أن هناك في ناس مشبوهة تقوم على إطارة الفتنة والفوضى من أجل زج الفلسطينيين في هذا الصراع، ونحن في فلسطين يعني نطالب أن لا يكون للفلسطينيين أي دور في هذا الصراع، ونطالب أحمد جبرين رئيس القيادة العام للجبهة الشعبية بتحمل مسؤولياته الكاملة وعدم زج أي فلسطيني بهذا الصراع، لأننا نحن ضيوف في سوريا وليست لنا علاقة بما يجري.